السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأوتوكاد بنلاقي حاجة اسمها البروكيت، ودي عناصر بتتكون من خطوط وأقواس، بتكون مثلا شكل معين، مثلا شجرة، عمود، وبحيث إن أنت تقدر تنسخها كذا مرة وتكررها كذا مرة، وممكن تدوس عليها مرتين أو تكتب بلوك إيديت فتدخل تعدل فيها. المكان اللي أنت بتعدل فيه ده بيئة التعديل، تمام؟ فلما بنروح لغيفت بنلاقي الفاميلي، وبنلاقي في بيئة خاصة بالتعديل في الفاميلي، والبيئة دي سهلة جدا، يعتبر من أسهل البيئات، بس بعد مستوى معين بتلاقيه معقد، وتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، وفي لخبطة في موضوع البرامتر والحاجات ديت. فعشان كده بنبدأ نعمل كذا فاميلي جوه الفاميلي ديت بحيث نسهل على نفسنا، تمام؟ يعني أنا عملت شوية فاميلي لبعض الشركات الانترناشونال، فبتبقى الفاميلي فيها تفاصيل زيادة عن اللزوم أو تفاصيل كتيرة، لان بعتبر بنحط كل حاجه في الفاميلي. فجوه الفاميلي ببدا اقسم بقى الجزء ده مثلا كذا، والجزء ده كذا، والجزء ده كذا، بحيث اسهل على نفسي وما افاجئش بان انا وانا شغال في الفاميلي البارامتر كتير جدا وفي مشاكل. لو انت رحت الاركيد بتلاقي حاجه اسمها جرافيك ديزاين لانجويج جي دي ال، ودي سهله برضو، بس محتاجه ان انت تكون تتعلم شويه برمجه بسيطه جدا، تمام؟ ولو رحنا للفيكتور ووركس هنلاقي حاجه اسمها بلجن اوبجكت بي اي او، برضو بيئه تقدر تعدل منها البلوكات اللي موجوده هناك، تمام؟ بحيث تسهل على نفسك الشغل، وتلاقي مثلا عنصر معين عايز تعمله، عايز تعمل له كاستمايز، تقدر تعمل الموضوع ده بكل سهوله، تمام؟ ف يعني البرامج، كل برنامج بيبقى هو كلهم نفس الفكرة، بس كل واحد فيهم ليه حاجة خاصة بيه، تمام؟ يعني مثلا الاركيد في مثلا حاجة خاصة بالسستينابيلتي اللي هي ايكو ديزاين، تمام؟ في الريفت هتلاقي بعض الادوات اللي موجودة في خاصة بالاناليسيز، وخاصة ب ان انت تعرف الحسابات وتعمل الحسابات بتاعتك جوه البرنامج، او على الاقل تصدرها للبرنامج يكون بيقبل المعلومات دي كجي بي اكس ام ال،